لبكي. انا اصلا صحفيه كنت بالام تي في ريبورتر ورجعت هلا عم بعمل عندي بلاتفورم لإلي اسمها جمهورية 22 عم بستضيف فيها كل السياسيين السياديين اللي عملوا بصمه وبدهم ينزلوا على الانترنت اليوم لنشوف كمان انه تحالفاتهم بتكون لانه اليوم البلد منهار بتجي لحالها مرشح مجرد ما نزل بصف 17 تشرين وحرق البيت بقول انه هيدا رح يكون المنفذ لانه الوضع بالبلد يعني جدا خطير وحالة ما بعرف انتم انت رايكم السياسيه ما بدنا نفوت بهذا الموضوع بس على الاكيد انه كل واحد بكل بيت صار في هجره صار في ناس فلت في ناس مش قادره تعيش في ناس مش قادره تاكل في انفجار هدم عظمة وما قدرنا لليوم نجيب واحد على تحقيقه. اليوم أنا كمرشحة الانتخابية بدائرة الوطن عندي أنا أول شيء بفكر فيه لأنه بممارستي للصحافة وممارستي مع السياسيين بشوف إنه لازم نلعب دور وبنفس الوقت لازم نشد انه نقدر نطبق دستور، نحن عنا دستور مش مطبق. يعني حتى مش قاطعين من حده، محاصصة، تسوية، هيدا بيجي وهيدا بيفوت وما حدا بيحاسب حدا، لازم نطالب بحقوقنا، لازم نعرف انه نحن هاي الورقة اللي عم